تركوا دراستهم من أجل الفن، نجوم مغاربة استهوتهم الشهرة. فضل عدد من الفنانين شباب المغاربة المضي قدما في طريق الشهرة والنجومية على حساب مسارهم الدراسي الذي توقف من أجل التفرغ للفن وتبعاته. وكان نجم البوب المغربي سعد المجرد أول الفنانين الشباب الذين بدأوا مسيرتهم الفنية في سن مبكرة، إذ غادر البلاد بعدما أنهى دراسته الثانوية في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا إلى نيويورك التي قبع فيها لأزيد من 10 سنوات. قرر بعد خوض تجربة الغناء ببرنامج سوبر ستار. من جهته علق الفنان إيهاب أمير دراسته في شعبة الاقتصاد إلى وقت لاحق، بعدما وجد صعوبة في التوفيق بين الفن والدراسة التي تلت تجربته ببرنامج ستار أكاديمي والتي فتحت له أبواب الشهرة بعد ذلك. أما الفنان زهير بهاوي فقد تخلى عن دراسته تحديدا في مستوى البكالوريا من أجل أن يتفرغ لأعماله التي كان يجتهد بنفسه على إصدارها، بعدما وجد أن التوازن بين الدراسة والفن أمر صعب، خصوصا أنه اضطر بعد ذلك للعمل من أجل توفير المال لطرح أغانيه. واختار الفنان الصاعد يوسف أوتول أن ينطلق في ميدان الفن بعدما تمكن من الحصول على الإجازة في الدراسات الإنجليزية، إذ فضل طريق الشهرة بدل إتمام الدراسة. فما رأيكم أيها المتابعون بهذا القرار لهؤلاء النجوم؟ هل هم على صواب أم أن ذلك كان خطأ في حياتهم؟ أرجو أن أرى التعليقات تحت الوصف. شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.